اهلا بمتتبعي قناه شوف تي في. كما كتشوفوا الاجواء هنا عاديه بمدينه الناظور وبالضبط بالمنطقه رقم 1 من المملكه المغربيه التي صنفتها وزاره الداخليه من بين المناطق الامنه الخاليه من الفيروس. بطبيعه الحال الناس كتمارس الرياضه ديالها بشكل عادي وخارجين، كما كتشوفوا العائلات الى غير ذلك تديروا صله الرحم مع العائلات اللي ما شافوهمش لهذه مده ديال 3 ديال الاشهر. بطبيعة الحال كما كتشوفوا الأجواء هنا أجواء عادية، وكنتمنى إن شاء الله ربما في الأيام القليلة المقبلة كذلك الإخوان ديال المنطقة كذلك المنطقة جوج حتى هما يستافدوا من هذا التخفيف إن شاء الله. بطبيعة الحال هذا الشيء راجع إلى الخلود ديال هاد المدن هادو من فيروس ديال كورونا. غادي نحاولوا ندخلوا بكم لبعض الأحياء، هنا الأحياء السكنية كما كتشوفوا هنا على يمين الطريق الإخوان يديروا الرياضة هنا بشكل عادي، وكذلك السيارات اللي غاديه لوجده وغادي البركان تتجه في هذا الاتجاه، وما كاينش شي توقيف ديال الدرك الملكي او الشرطه الحمد لله. يعني الامور غاديه بواحد الشكل اللي هو جد جد عادي. اذا كما كتشوفوا السيارات مازال خارجين، المحلات التجاريه كذلك مازال خارجين، المقاهي مازال فاتحين الامبورتي وصافي كما كتشوفوا. وكنتمنى وحنا في مدينه الناظور دائما اختي ناديه، حنا في مدينه الناظور بطبيعه الحال اجواء عاديه هنا بالحي الجامعي ديال الكليه او حي العمران، هذا الحي اللي معروف اللي فيه كثافه سكانيه كبيره. بطبيعه الحال اغلبيه العائلات تزوروا بعضياتهم في هذه الفتره هذه، وما بقاش ديك الحجر الصحي في المنازل غير سته خصك تدخل الدار ولا شي حاجه. كما كتشوفوا الناس عاديه هنايا داخله خارجين بطبيعه الحال، والناس اللي كتقضى بواحد المساله اللي هي عاديه جدا. اذا حنايا في سلوان بطبيعه الحال هنا من كليه بطبيعه الحال كليه الناظور المتعدد التخصصات. المحلات هنا كذلك تستعد خاصة بعد القرار اللي جاء مفاجئ، كاين الناس اللي كتستعد، كذلك المخبزات هنا باقيين فاتحين، الحلاقة باقيين فاتحين، كذلك المحلات ديال المواد الغذائية كلهم فاتحين في هذه المنطقة ديال الحي الجامعي. وبطبيعة الحال الطلبة ما كاينينش في هذه الوقيتة لأن الطلبة حاليا ما استلفوش، يعني كما كتشوفوا الأطفال تيلعبوا حتى هنا على الجهة اليمنى. هذه كلية الناظور بطبيعة الحال، المحلات كاملين اللي كاينين في هذه الأماكن هذه فهي يعني بطبيعة الحال مفتوحة في وجه الجميع، مفتوحة في وجه الجميع، والناس كتزاول الرياضة بشكل عادي هنا بهذه المنطقة. سيمي الله يحفظك. اذا دائما احنا مستمرين كما كتشوفوا الناس خارجين هنايا بطبيعه الحال عايشين الحياه ديالهم بشكل عادي بعد 3 اشهر من الحجر الصحي بالمنزل. الناس خارجين هنايا بهذا الحي السكني اللي بطبيعه الحال فيه ناس بطبيعه الحال ناس بزاف ديال الناس اللي حاضرين في هذا المكان هذا، كذلك نحاولوا نتجهوا في هذا الاتجاه هذا في هذا الشارع. كذلك كما كتشوفوا الناس خارجين ما كاينش قضيه ديال 6 الى غير ذلك. كذلك المحلات الغذائيه الفرق اللي كاين بين المنطقه رقم 2 والمنطقه رقم 1، هانتوما كما كتشوفوا المنطقه رقم 1 المحلات ديال المواد الغذائيه ما تزال مفتوحه في وجه الجميع. بطبيعه الحال الناس يتقضاوا الى غير ذلك والناس خارجين بشكل عادي. يعني الحمد لله يعني الامور تسير بخطى ثابته هنايا كما كتشوفوا الناس خارجين ما بقاش عليهم داك الضغط النفسي ديال انهم يبقاو في المنازل ديالهم الى غير ذلك. اذا متتبعي قناه شوف تي في شكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو معكم في واحد الجوله اخرى دائما من مدينه الناظور ومن مختلف الاحياء. شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.